ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيش وحوي إن سنت كيماها بشي ماها حتى مال انتي ماها البرخسي حبي يسي محبتي يسي قلبي انك ابو حفظه ما باهبه صلى الله عليه واله وسلم حقا ونقول يا نبي ان عليه الصلاه والسلام اما عالم كنا وكل هي اما الهي وصودري وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ورحمه النقضي عالمين تويذل waxa hadda boodboodayay adduunka waan u talinaa lahee ee gaalada ah waxaan samaysanay iyo waxaan kanaynay iyo halkaan cadeynay madoobeynay ilaah barakadii nabiga ku daaqayaan kulligood walawla rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam adduunka oo dhan waa la burburin lahaa wa hada sahihun fil ahadiis inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabigeenu weydiistay alayhi salaatu wasalaam inaan cadaab caama أمتي سلو قادن أمتي سوا ولا بنوع أمة الاستجابة إلى ما نقد يا الحمد لله وأنت أجيبتي أمة ذكر أنت كلنا أمتي سو ويانو وأمة الدعوة